السلام عليكم خواتي الكديرين، لاباس عليكم؟ دايرين مع الصحيحه؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن حال وصحه جيده يا ربي، تكونوا على خير. ودابا كيف ما كتشوفوا غادي نتشارك معكم الكوتي ديالي لواحد الحريشه، كيف ما كتشوفوا اخوتي واحد الحريشه من غير الحريشه الاخرى ديالنا اللي كتعرفوا، مكوناتها مغايرين ان شاء الله. غنصور الحريشه باللبن ان شاء الله يا ربي، كطيب في الفران كتجي على هذا الشكل هكا بحال الكيكه، كتجي زوينه، واحد المذاق فيها، واحد اللوين، وهادشي اللي كاين اخوتي. كنتمنى تجربوها وتعجبكم، وما تنساوناش من الاشتراك ومن اللايك، الله يجازيكم بالخير. ودابا خليكم معايا على المقادير ان شاء الله يا ربي، ونبداو بسم الله. كيف كتشوف اخوتي عندنا هنا سميده، وعندنا مليحه، وعندي هاد الخميره، عندنا هنا شويه الزيت، وعندي سنيده على حسب الطاجين قداش عندكم، نديرو قياس كاس كاس ونص على حسب الجهد ديال الطاجين. وعندنا اللبن كما كتشوفوا، نخلطوها باللبن ان شاء الله. دابا كنديروا هاد الخماره بعدا هنا، كنديروا داك السنيده، وغنديروا داك الزويته، وغنخلط هادشي. نخلطوها مزيان، نخلطو داكشي حتى كيتجانس لنا مزيان، ديك سنيده مع مليحه مع خميره زويته، وعاد نرونو باللبن، نجمعو باللبن، تجي واحد حريشه ان شاء الله زوينه. دابا اخوتي غنخلطو ان شاء الله باللبينه، نجمع بيدي ونشوف واش باقي خاص. كل اللبينه عندنا زوينه خاتره وحلوه، شكا تجينا حريشه ان شاء الله زوينه. نخليها تشرب شويه في هذا اللبن، وعاد نقرصوها ان شاء الله في الطاجين. طيب اخوتي، من بعد ما شربت لنا السميده باللبينه ديالنا، غادي ندوزو للطاجين، كندهنوه بزويته، ندير له زويته، دهنوه من الجنيبات، وغنرشو رشاشه خفيفه ديال السميده لربما يلصق لنا الطاجين. غندوزو ان شاء الله هادو الحريشه ديالنا، ما كنديرولهاش داك السميده بزاف، على حساب نطيبوها غير في الفران. تجي واحد العجينه ديالها زوينه لينه، فديرها تبارك الله بحال داك العجينه ديال الغريبه اللي كتصاوب بالكوك. صافي، وغادي كيما قلت لكم غير شاشه خفيفه هكا، ونقادو لها الجنيبات. نديروها ان شاء الله في الفران من الفوق، من تحمرنا من تحت بان تحمرت من الجناب، نردوها للجهه التحتانيه عاوتاني تحمرنا من الوجه ديالها. كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل،
وغندوز ان شاء الله غندير الفران وغنتلاقى معكم بعد ما طيب ان شاء الله. دابا خوتي كيف ما كتشوفوا الحرشه ديالي طابت كتجي على هذا الشكل هذا، راه دغيا كطيب ما كتاخذش واحد الوقت طويل، كطيب في الفران كتجي زوينه محمره دغيا كطيب، ما كديروها من الفوقه كتبان لكم تحمرات من الجناب صافي تردوها عاوتاني لتحت وكتجي على هذا الشكل. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم شكلا ومذاقا ان شاء الله يا ربي. ويلا عجبكم الفيديو خوتي ما تنساوناش من لايك ومن زر الاشتراك، الله يجازيكم بالخير ونخليكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله.